حث محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل مدير تقاعد المحافظة الجديد قصي الجواري إلى أحداث نقلة نوعية في التعامل مع المواطنين وإنجاز معاملاتهم التقاعدية بعيدا عن الضغوط والابتزاز، مطالبا بإبعاد الموظفين غير القادرين على أداء العمل وتسهيل حصول المتقاعد على حقوقه دون تعقيدات. وأكد المحافظ أنه سيتابع بشكل مباشر مجريات العمل والأداء اليومي، داعيا إلى رفع وتيرة إنجاز المعاملات وحماية الحقوق إداريا وقانونيا. فيما قال الجواري أنه سيجعل من توجيهات محافظ صلاح الدين منهاج عمل لرفع الأداء الإداري بالدائرة، وهو ما سيلمسه الجميع في الأيام المقبلة. الناس تريدهم يشعرون بأنهم يأخذون استحقاقاتهم بدون يعني بدون ان احد يبتزهم، الناس اللي عندك بالدائره مو زينين طلعهم. يعني انا هذا نهجي. لازم يصير نهج جديد، لازم يصير عمل خدموي للناس، وهذول الناس المعقدين كلهم تبعدهم عن الدائره، كلهم تبعدهم عن الدائره. اريد شغل واريد الناس تقول مدير التقاعد الجديد يختلف. اريدك انه انت يعني تشتغل بمهنيه عاليه جماعتك، يعني عيد ترتيب الدائره بطريقه يعني تجاوز بها كل المعوقات، واحنا ساندينك.